أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في لقاء جديد. النهاردة حديثنا هيكون عن عضو، بس مش أي عضو، ده عضو بنسميه فايتال أورجان أو عضو حيوي، وهو عبارة عن عضلة، بس برضه مش أي عضلة، ده عضلة ذاتية الحركة، يعني بتتحرك مع نفسها، ربنا وهبها بالقدرة إنها تنقبض وتنبسط لوحدها ذاتية الحركة. فالنهاردة كلامنا هيكون إن شاء الله عن القلب. الهارت أو القلب ده السنترال أورجان أوف ذا كارديو فاسكولار سيستم. نشوفه موجود فين؟ ده موجود في الميدل ميدياستاينال سبيس. الميدياستاينال سبيس اللي هو الممر اللي ما بين التو لانجز في الثوراسيك كافيتي، فالهارت موجود في الميدل ميدياستاينال. بيستغطى بغشاء بيسمى البريكارديوم او التامور، اللي هو الغشاء اللي بيحيط بالهارت. ماسك البريكارديوم ده بالاسترنم بما يسمى بالاسترنوبريكاردياك ليجامنت. ده كده احنا كده ناحيه الليفت سايد، عاملين اكسبوشر للليفت سايد اوف ذا ثوراسيك كيج او التجويف الصدري. ده الرايت سايد اهو، ده الاسترنوبريكاردياك ليجامنت اللي هو ماسك البريكارديوم، غشاء التامور اللي بيحيط بالقلب بالاسترنم او باللاست استرنيبرا اوف ذا استرنم، باخر جزء من الاسترنم. بيعدي فوق البريكارديوم ما يسمى بالفرينك نيرف. ده الفرينك نيرف سواء في الرايت او الايه الليفت فرينك نيرف. لما نيجي نشوف الهارت ريليشن بتاعته ايه، الهارت موجود في منتصف الصدر زي ما قلنا او في الميدل ميدياستاينم، بيبقى فيه جزء من جدار القلب ملاصق لجدار الصدر. الجزء ده بتبقى اللانجس مش موجودة فيه، بيسموه ايه، بيسموا الجزء من اللانج اللي مش هي مكملة فيه ده بيسموه الكاردياك نوتش. الكاردياك نوتش زي ما حضرتك هتشوف معايا كده، احنا كده ناحية الليفت سايد، بص حضرتك معايا كده ناحية الرايت سايد. المهم الاكبر الليفت سايد الكاردياك نوتش اوسع، ولذلك الجزء المعرض من جدار القلب لجدار الصدر او من القلب لجدار الصدر اكبر ناحيه الليفت عنه ناحيه الرايت، لان الكاردياك نوتش في الليفت لانج اكبر من الكاردياك نوتش في الرايت لانج. ولذلك حضرتك لما هتشوف معانا الابليكيشن او الكلينيكال ابليكيشن، حضرتك تقدر تسمع القلب من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، لان هو جزء من جداره معرض لجدار الصدر او ملاصق لجدار الصدر، ولكن على الليفت سايد بيبقى اوضح. طب القلب ده البوزيشن بتاعه موجود فين بقى بالظبط؟ موجود بيمتد من السكند انتركوستال سبيس للسكس انتركوستال سبيس. نبص مع بعض حضرتك برضه على الرايت سايد، من السكند انتركوستال سبيس لحد السكس انتركوستال سبيس. لو عديت الاماكن دي، ده الفيرست ريب اهو، وده الفيرست انتركوستال سبيس، ده السكند انتركوستال سبيس، ثيرد فورث سكس انتركوستال سبيس، هتلاقيها امتد من السكند انتركوستال سبيس للسكس انتركوستال سبيس. ده البوزيشن بتاعه الهارت. برضو علشان نقول شكل الهارت وبعدين هنشوفه لما نفصله لوحده، الهارت شكله كون شيب، لو بيز ولو بودي ولو ايبكس. البيز دايركت الدورزالي ناحيه الفيرتبرال كالم اهو، والبودي بتاعته في النص، والايبكس بتتجه كودالي وموجوده فينترالي، ماسكه في الاسترنم زي ما قلنا بالاسترنو بيريكاردياك ليجامنت. بتبعد الايبكس اوف ذا هارت عن الاسترنم بحوالي من 1 ل 2 سنتي. ده البوزيشن والشيب بتاع الهارت. لما نيجي نشوف بقى الهارت تفصيلا في الشرح القادم ده، يعني هنشوف دلوقتي الاكسترنال فيتشرز اوف ذا هارت. زي ما حضرتك شفنا على العينه، الهارت مستغطى بالبريكارديوم، هنعمل ريفليكشن للبريكارديوم كده، نلاقي ان الهارت عباره عن الريجولار كون شيب زي ما عرفنا، له بيز وبودي وايبكس، له اثنين سيرفيس، ده الرايت سيرفيس وده الليفت سيرفيس. الرايت سيرفيس بنلاقي الجروفز اللي موجود فيه ده بيوصل لحد الايبكس، انما الليفت سيرفيس ما بيوصلش الجروف ده هوت لحد الايه الايبكس. لما نشوف البوردرز بتاعته، عندنا له كرينيال بوردر وده بيبقى كونفكس الونج السيلنس، يعني محدب على طوله، انما الكودال بوردر
الكودا البوردر بيبقى ستريت او مستقيم بالشكل ده، يبقى ده الكرينيال بوردر وده الكودا البوردر، ده رايت سايد وده ليفت سايد او الرايت سيرفيس والليفت سيرفيس. الرايت سيرفيس كمان بيسموه الفينوس سيرفيس، الفينوس سيرفيس نسبه لان عندنا الكرينيال والكودا الفينا كافا بيفتحوا في الرايت اتريوم بالشكل ده كده، فسموا الرايت سايد او الجانب الايمن للقلب بالفينوس سايد، انما سموا الليفت سيرفيس بالارتيريال سايد او الجانب الشرياني للقلب نسبه لوجود الايه الاورطة. فده السيرفيس بتاعته. لما نيجي نشوف الجروفز اللي موجوده في الهارت، عندنا في جروف دائري كده، جروف يعني مذاب او تجويفي، المذاب او التجويف ده قاسم القلب لجزء علوي بيسموه الاتريومز. الاتريوم ده اتنين اتريوم، واحد رايت واحد ليفت، اللي هما البهو اللي هو البهو دوت الجزء العلوي من القلب، والجزء السفلي اللي هو الفنتريكولار بارت وجزء الفنتريكلز اللي هي جزء البطينين دول. فالجروف اللي داير حوالين القلب ده بيسموه الكوروناري جروف. الكوروناري جروف، الكوروناري جروف بيلف حوالين القلب بالكامل، ولكن بيقطع بس بيه جزء بيمرش فيه الكوروناري جروف ده، هو ما بيكملش فيه. الجزء ده بيسموه كونس ارتريوزس، كونس ارتريوزس اللي هو عبارة عن الدايليتد اورجين للبالمونري ترانك. ده البالمونري ترانك زي ما هنتكلم عليه بعد شوية، اللي هو بينقل الدم من الرايت اتريوم للاثنين لانج، فده بيسموه بالمونر ترانك. المنشأ المتسع للبالمونر ترانك بيسموه الكونس ارتريوزس، الكونس ارتريوزس. ده بالنسبة للكوروناري جروف اللي هو لافف حوالين القلب ده بالشكل ده، قاسم القلب الجزء علو بيسموه جزء الاتريوم او البهوين او التو اتريوم، والجزء السفلي اللي هو الفنتريكولار بارت. كمان عندنا في اتنين لونجتيودنال جروف، من الكوروناري جروف يمتد جروف طولي او تجويف طولي كده سبساينوزيا الانترفنتريكولار جروف، او بيسموه الرايت لونجتيودنال جروف، واحد ناحية الرايت والتاني ناحية الليفت. اللي ناحية الرايت ده بيسموه مصاب ساينوزيا اللي لانه تحت ما يسمى بالفينوس ساينس. لما هنفتح بقى الاتريوم من الداخل نلاقي الاتريوم ده بيكون من ايه، بيكون من اوريكل، اوريكل يعني اوزين، وده بيبقى هارد شويه لان جواه ما يسمى بالبيكنيت ماسل اللي محيطه بالجدار بتاعته، او في ريدجز ماسكولار ريدجز بيسمى البيكنيت ماسل، وما يسمى بالفينوس ساينس او الساينس فينوز. فالجروف ده جاي منين زي ما حضرتك شايف كده، نازل من تحت الفينوس ساينس اللي انا بشاور عليه ده كده، الفينوس ساينس من تحت الفينوس ساينس ده يسموه ساب ساينوزيال انترفنتريكولار جروفز او ساب ساينوزيال لونجتيودنال جروف. انما التاني بقى اللي هو ناحيه الليفت لونجتيودنال جروف اللي ناحيه الليفت ده، ده بيسموه ايه، بيسموه ليفت لونجتيودنال انترفنتريكولار جروف او الباراكونال انترفنتريكولار. باراكونال يعني تحت الحته دي، الحته دي سميناها ايه الكونس ارتريوزس. يعني ايه كونس ارتريوزس؟ اللي هو الدايليتد اورجين اوف ذا بالمونري ترانك، يبقى المنشا المتسع للبالمونري ترانك بيسموه ايه، بيسموه كونس ارتريوزس. الجروف اللي جاي من الكوروناري يمتد طولي كده بيسموه ايه، ليفت لونجتيودنال انترفنتريكولار جروف او باراكونال جروف. عرفنا مسمى ليفت لونجتيودنال انترفنتريكولار جروف سموه باراكونال ليه، لانه تحت كونس ارتريوزس. طب الرايت لونجتيودنال انترفنتريكولار جروف اللي هو ما بين الاثنين فينتريكل ده بيسموه ساب ساينوزيا ليه، لانه تحت الفينوس ساينسس او ساينس فينيرم اللي هو ما بين فتحتين الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا. طب انا شورت هنا وقلت كرينيال فينا كافا ليه؟ علشان ده الكرينيال بوردر، يبقى كده للامام وكده للخلف كودا البوردر قلنا ستريت، انما الكرينيال بوردر قلنا كونفكس الونج اكسلنس. الرايت لونجتيودنال جروب بيوصل للايبكس اوف ذا هارت، انما الليفت لونجتيودنال بص حضرتك ما بيوصلش للايبكس زي ما حضرتك شايف كده، ما بيوصلش للايبكس. ولذلك الايبكس اوف ذا هارت بتتكون بالكامل من الليفت فينتريكل. فنلاقي الجروفز دي قسمت القلب لاربعه شامبرز او اربع حجرات، عباره عن رايت اتريوم وليفت اتريوم ورايت فينتريكل وليفت فينتريكل. الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل، ادي الليفت فينتريكل وادي الرايت فينتريكل. فدي الجروفز اوف ذا هارت. ماشي جوه الجروفز دي ايه؟ بنلاقي فيما يسمى به الكوروناري ارتري. بص حضرتك معايا، ادي الليفت كوروناري ارتري خارج مما يسمى به الكوروناري ساينس، الليفت كوروناري ساينس اوف ذا اورتا. ده الليفت كوروناري ارتري ينقسم الى ايه، الى سيركمفليكس برانش
وده نسميه ايه؟ ياخد نفس المسمى بتاع الجروف، يسموه ايه؟ لونجيتودونال انتر فينتريكولار او الباراكونال لونجيتودونال ارتري، نفس المسمى بتاع الايه؟ الجروف، ده ماشي جوه الجروف، انما السيركمفليكس برانش يلف علشان يقابل سيركمفليكس برانش تاني بتاع ايه؟ بتاع الرايت كوروناري. فده الليفت كوروناري ارتري ينقسم الى سيركمفليكس برانش زي ما حضرتك شايف معايا كده، سيركمفليكس برانش اهو، و ليفت لونجيتودونال انتر فينتريكولار برانش، يبقى بينقسم الى سيركمفليكس برانش وليفت لونجيتودونال انتر فينتريكولار او الباراكونال برانش، ده لانه تحت الكونس ايه؟ ارتريوزس. ماشي في الجروف بياخد نفس الايه؟ الاسم. نفس الكلام في الجهه اليمنى، ادي الرايت كوروناري ارتري بيطلع من الرايت كوروناري ساينس اوف ذا اورتا، هنشوفه بالداخل لما نشوف الاورتيكايتس او فتحه الاورتا. ادي الرايت كوروناري ارتري يمشي في الكوروناري جروف ويكمل كسيركمفليكس برانش ويديني ايه؟ يديني الرايت لونجيتودونال انتر فينتريكولار ارتري اللي هو يمشي فين؟ في الرايت لونجيتودونال انتر فينتريكولار جروف، البرانش اللي ماشي ده ويمشي ويكمل. انما سيركمفليكس برانش يعمل ايه؟ يعمل اناستوموزس مع السيركمفليكس برانش بتاع ايه؟ بتاع الليفت كوروناري ارتري. ده كان الاكسترنال فيتشرز اوف ذا هارت او الجروفز بتاعه الهارت والارتيريال بلاد سبلاي بتاع الهارت. عرفنا من الاكسترنال فيتشرز اوف ذا هارت ان في ما يسمى بالكوروناري جروف واثنين لونجيتودنال جروف، ليفت لونجيتودنال جروف ورايت لونجيتودنال جروف. الجروفز او الميازيب دي اللي هو الميزاب التاجي والميزاب الطولي الايمن والميزاب الطولي الايسر، قسموا لي الهارت ليه فور تشامبرز، حجرتين علويتين وحجرتين سفليتين او في المنطقه السفليه للقلب. الحجرتين اللي فوق اللي هم الابر تشامبرز اللي هم بنسميهم الاتريوم، رايت اتريوم رايت اتريوم وليفت اتريوم، ورايت فينتريكل وليفت فينتريكل. ليفت فينتريكل زي ما قلت لحضرتك هو اللي بيكمل ويكون الايبكس. لو فتحنا من الداخل بقى نشوف الاربعه تشامبرز دول، نبص نلاقي الحجره اللي احنا جواها بتاعه القلب دي بيسموها الرايت اتريوم، رايت اتريوم، وده الليفت اتريوم، وده الرايت فينتريكل اللي هو فوقه الرايت اتريوم، وده الليفت فينتريكل. يبقى ده الرايت فينتريكل وده الليفت فينتريكل، ما بينهم ايه؟ ما بينهم انتر فينتريكولار سيبتم، انتر فينتريكولار سيبتم. كمان نلاقي الوول بتاع الرايت فينتريكل سن، انما الوول بتاع الليفت فينتريكل بتبقى سيك لان ده طالع منه زي ما هنشوف دلوقتي الاورطه اللي فيه الفورسيبس، ده الاورطه اللي هو الشريان الرئيسي للجسم، فمحتاج السيكنس بتاع الوول عشان بيضخ الدم لكل اجزاء الجسم. كمان الليفت فينتريكل هو اللي بيكون لي الايبكس اوف ذا هارت زي ما حضرتك شايف كده، خدنا مقطع عند الايبكس بتاع الهارت قطعنا ده، لقينا ايه؟ لقينا ده الرايت فينتريكل وده الليفت فينتريكل اللي بيكون الايبكس اللي هو الليفت فينتريكل. كمان الوول بتاع الليفت فينتريكل زي ما حضرتك شايف لو قارنت ما بين السيكنس ما بين الليفت سايد والرايت سايد، ده رفيعه هيئه وسن ودي بتبقى ايه؟ سيك. كمان من الخارج حضرتك لو اتكيت على الرايت فينتريكل بتلاقيه لين وطاري كده، انما الليفت بتلاقيه هارد وطاف زي ما حضرتك شايف كده، فالرايت بتلاقيه سوفت كده او لين او رخو في الملمس بتاعه، انما ليه بقى؟ لان الجدار بتاعه بيبقى سين او رفيع، انما الليفت بيبقى السيكنس بتاعه الوول كبيره، فلذلك بتلاقيه في الملمس الخارجي بيبقى طاف شويه، مش زي الرايت زي ما حضرتك شايف بيبقى بينضغط معايا لما بضغط عليه كده. ده زي ما حضرتك شايف الكرينيا الفينا كافا وده الكودا الفينا كافا. ما بين الكرينيا الفينا كافا و منشأ الرايت اوريكل اهوت في تجويف من الخارج، ده بيسموه ايه؟ بيسموه سالكس تيرمينالز، ده السالكس تيرمينالز ما بين الكرينيال فينا كافا وما بين الرايت اتريوم، بيبقى امامي ليه الايه؟ الرايت اوريكل اهو زي ما حضرتك شايف اهو. التجويف ده بيسموه او الميزاب ده بيسموه سالكس تيرمينالز. ايه السالكس تيرمينالز؟ احنا عرفنا ان اي جروف من الخارج او سالكس من الخارج بيقابله ايه تاني من الداخل؟ بيقابله كريست، فنلاقي من الداخل قابلنا كريست بيسموها ايه؟ بيسموها كريستا تيرمينالز، كريستا تيرمينالز. فين الكريستا تيرمينالز دي؟ في الرايت اوريكل. الرايت اوريكل ده اللي هي عباره عن الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسل. يبقى السالكس تيرمينالز من الخارج بيقابلوا ايه؟ كريستا تيرمينالز من الداخل، دي اللي عباره عن الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسلز اللي قلنا بتدعم الجدار بتاع الاوريكل.
لما نيجي نشوف بقى اول الشامبرز عندنا اللي هي الرايت اتريوم. اي اتريوم اللي هو بنطلق عليه كلمه بهو، فالاتريوم هو البهو، انما كلمه اوريكل معناها اذين، يبقى كلمه اتريوم بتساوي ايه؟ بتساوي الاوريكل، ده اسمه اوريكل، وما يسمى بالفينس ساينس او ساينس فينوزس، جزء الاملاس ده بيسموه الساينس فينوزس، يبقى كلمه اتريوم ايكوال اوريكل بلس ساينس فينوزس. الايه نفرقهم من بعض ازاي؟ بنلاقي الاوريكل اللي هو الاذين بيبقى فيه ما يسمى بالبيكتينيت ماسل، شايف حضرتك دي البيكتينيت ماسل او العضلات المشطيه اللي هي ما بينها بيبقى فيه فتحات الفينيكور دي بارفي، اورده صغيره جايه من القلب كده بتفتح ما بين البيكتينيت ماسل. البيكتينيت ماسل دي فايدتها ايه؟ بتدعم الاوريكلز دي او الاذين عشان يضغط الدم ويوصله للايه؟ للبطين عن طريق الفتحه دي اللي هي بنسميها ايه؟ بنسميها اتريو فينتريكولار اوريفيس. الفتحه دي وهنشوفها تاني لما ناخد مقطع عند البيز اوف ذا هارت، فدي بيسموها الرايت اتريو فينتريكولار اوريفيس اللي هي محاطه بمجموعه من الكاسبس. فالرايت لو قطعنا الكاسب دي قدام حضرتك كده نلاقي الرايت اتريو فينتريكولار اوريفيس محاطه بثلاثه كاسب، يبقى سيبتال وبارايتال وانجولار، دول الثلاثة كاسبس. كل كاسب ماسكة في الوول بتاع الفينتريكل بما يسمى بالبابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل بروجيكشن من الماسل الماسكولار وول بتاعة الفينتريكل ماسكة الكاسب أو الشرفة دي بإيه؟ بما يسمى بالكورديتين ديني، اللي أنا بشاور عليه ده الكورديتين ديني أو الأحبال الوترية. الأحبال الوترية ماسكة الكاسب أو الشرفة، الشباك بتاع الفتحة دي ماسكة بالبابيلاري ماسل، ودي بتفتح وتقفل عشان تعدي الدم من اتريوم للفنتريكل. الجزء الاملس ده عباره عن الساينس فينوزس. الساينس فينوز الساينس فينوزس ده مكان ايه؟ مكان التقاء الكرينيال فينا كافا مع الكودال فينا كافا، فتحتين الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا زي ما حضرتك شايف معايا كده، دول بيفتحوا فين؟ بيفتحوا على الفينا الساينس ده اللي جوه الاتريوم او الرايت اتريوم. ما بينهم الاثنين نلاقي ايه بقى؟ نلاقي الانتر فينوس تيوبركل، الانتر فينوس تيوبركل او انتر فينوس كريست. الكريست دي فايدتها ايه؟ بيجي الدم من الكرينيال فينا كافا ومن الكودا الفينا كافا باندفاع نحو القلب، فدي بتحمي ان الدم يقابل بعضه، فبتوجه الدم للاتريوم اللي هو يوجهه بعد كده فين؟ على الفنتركل، فدي بيسموها الانتر فينوس كريست، انتر فينوس كريست. نيجي نشوف الفتحات اللي فاتحه على الرايت اتريوم. الرايت اتريوم في فتحه ايه؟ فتحه الكرينيال والكودا الفينا كافا، كمان فتحه ما يسمى بالفينا ازايجاس. الفينا ازايجاس يا اما يفتح سيباريتلي على طول في الرايت اتريوم زي ما انا بشاور كده، يا اما يفتح على الكرينيال فينا كافا، اللي في الفورسيبس قدام ده الكرينيال فينا كافا وده الكودا الفينا كافا ودي فتحه الفينا ازايجوس، يا اما يفتح على الرايت اتريوم على طول يا اما يفتح فين؟ على الكرينيال فينا كافا. كمان في اللي هي اتريو فينتريكولار اوريفيس او الرايت اتريو فينتريكولار اوريفيس، ودي بتبقى ترايكاسبيد يعني فيها ثلاث شرفات. كمان في فتحات الفينيكور دي بارفي اللي ما بين البيكتينيت ماسلز، وكمان في فتحات لارتر صغيره بيسموها فورامينا فينيرام مينيرام، دي ما حضرتك ما تشوفهاش بعينك المجرده ولكنها بتفتح على طول داخل الاتريوم، فدي ما بنشوفهاش، فدي بيسموها الاوبننجز اوف ذا رايت اتريوم. يبقى كرينيال فينا كافا، فتحه الكرينيال فينا كافا وفتحه الكودا الفينا كافا، فتحه الفينا ازايجاس، الفينيكور دي بارفي والفورامينا فينيرام مينيرام، وما ننساش الفتحه الكبيره اللي هي الرايت اتريو فينتريكولار اوبننج اللي هي الفتحه ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل. تمام، وقف كده عندي واحده. نيجي نشوف دلوقتي الرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل الوول بتاعته قلنا بتبقى سين مقارنة بالليفت وان، بيتفصل عن الليفت وان بالانتر فينتريكولار سيبتم، بيتفصل كمان عن الرايت اتريوم بما يسمى بالسوبرا فينتريكولار كريست.
دي فاصل ما بين الايه؟ ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل. نلاقي في الوول بتاعته البابيلاري ماسل، ثلاثه بابيلاري ماسلز، ادي بابيلاري ماسل وادي بابيلاري ماسل اللي هي بادئه منها او بتاخد بتمسك فيها الكورديتين ديني بتاع القصب زي ما حضرتك شايف كده. طيب وماسك في ايه تاني؟ من السبتم اللي ما بين التو فينتريكل بنلاقي المودريت باند او بيسموها السبتو مارجنال باند. ده يودينا لما يسمى بالترابيكولي كارنين. دي عباره عن ماسكولار ريجز في الوول بتاعه الهارت بتدعم الهارت. عندنا ما يسمى بالبابيلاري ماسل، ديت بروز عضلي بتمسك فيه الاحبال الوتريه او الكورديتين ديني علشان تمسك الشرفات دي او الكاسبس دي عشان تقفل وتفتح الاورفيس دي. كمان السبتو مارجنال باند بتمشي فيها البركنجي فايبر عشان توصل الامبالس بين السبتم او السبتال وول دي للوول بتاع الفنتريكل. يبقى دي تعتبر واصله كده، بتنتقل عن طريقها النيرف امبالس، لان زي ما حضرتك هتشوف معانا ان الهارت ذاتي الانقباض، يعني الاشارات العصبيه بتطلع من حاجه اسمها السيانو اتريال نود بتنتقل للاتريو فينتريكولار نود، بتنتقل عن طريق الباندل اوف ذا هيس وبعدين البركنجي فايبر. دي كلها دايره كهربائيه ذاتيه للقلب، فبتنتقل عن طريق ما يسمى بالمودريت باند، فدي بيسموها المودريت باند او السبتو مارجنال باند. يبقى عندنا الترابيكولي كارني عباره عن البابيلاري ماسل والسبتو مارجنال باند، وتلاقي الوول بتاع الهارد فيها ايه؟ فيها ما يسمى بالكالمز انر لايف. شايف حضرتك التجويف الكهفيه دي او الكهوف اللي هنا دي واضحه قوي هنا اهي. دي القلب لما يبقى في انبساط تتفرد، لما ينقبض تلم على نفسها تاني، فدي بيسموها الكالمز انر لايف اللي هي بروزات عضليه في الوول بتاعه الهارد. دي كلها تدعيم لجدار الايه؟ القلب. لو حضرتك بصيت معايا كده في الرايت فينتريكل هتلاقي الفتحة اللي جاية على الرايت فينتريكل دي فتحة البالمونري ترانك اللي هو الجذع الرئوي. الجذع الرئوي او البالمونري ترانك ده هينقسم ليه؟ هينقسم لرايت وليفت بالمونري ارترز. يبقى البالمونري ترانك اللي احنا قلنا الدايليتد اورجن بتاعه بنسميه ايه؟ بنسميه كونس ارتريوزس او المنشأ المتسع للبالمونري ترانك اللي هو المخروط الشرياني ده، بنلاقي ده الكونس ارتريوزس واللي ماشي فيها الفورسيبس دي فتحه البالمونري ترانك. بص اللي جه يتقسم لرايت وليفت بالمونري ارترز. بنلاقي كمان البالمونري ترانك ماسك مع الاورطة بما يسمى بالليجامنتم ارتريوزم. ليجامنتم ارتريوزم ده كان في الجنين ضغط بيسموها الضغطس ارتريوزس، بتوصل الدم ما بين الاورطة للبالمونري ترانك، لان احنا مش محتاجين الدم ينزل للتو فينتريكلز دول لان الدم جاي له من البلاسينتا اوريدي مؤكسش، فمش محتاجين القصه ان يروح للفينتريكل ويدخل اللانج، واللانج كمان ما بتكونش فانكشن، يعني الالفيولاي بتاعتها ما بتكونش اتفتحت، فاي وصول دم ليها بيعتبر ضرر للجنين لان هيحصل له ركود في اللانج او استاسيس داخل اللانج. بيتقفل الدكتس ارتروز اللي كانت بتجمع ما بين الاورطه والبالمونري ترانك بعد الولاده في خلال 3 ايام 4 ايام 24 ل 72 ساعه، ممكن تستمر شويه، ولكن لو استمرت بيسموها البيتنت دكتس ارتريوزس كيس، يعني بتخليها مستمره. فدي طبعا بتعمل انفكشن للجنين لان الدم لسه اللي جاي له من خلال البلاسينتا او الصوره اللي اتقفلت دي بيروح لللانجز بتاعته، فدي بيسموها الليجامنتم ارتريوزم. زي ما حضرتك شايف كده ده الليجامنتم ارتريوزم اللي واصل ما بين الاورطة والبالمونري ترانك. لما نيجي نشوف بقى الليفت اتريوم، الليفت اتريوم زيه زي الرايت اتريوم، بيتكون من الاوريكل اللي هو داخله البكتينيت ماسل زي ما حضرتك شايف كده، اللي هي بتبقى فتحات الاورده الصغيره دي ما بين البكتينيت ماسلز او العضلات المشتيه اللي بتدعم الاوريكل ده. وبنلاقي فيه بقى ثقب تاني كده او هنا بقى تفص اهي، الفصه دي بنسميها ايه؟ بنسميها الاوفال فصه او فصه اوفال. الفصه اوفال لها لبس كده او لها فالف كده. الفصه اوفال دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن ما يسمى بالفوريمن اوفال في الجنين ما بين الرايت والليفت اتريوم، ما بين البهوين الايمن والايسر، ما بين الرايت والليفت. برضو بعد الولاده الفصه اوفال بيحصل لها الفوريمن اوفال بيحصل له كلوجر او بيتقفل ويتحول لما يسمى بالفصه اوفال. فاللي بشاور لحضرتك عليها دي الفصه اوفال. برضو تسمع ان طفل عنده ثقبه في القلب، ثقبه في القلب يعني الفوريمن اوفال ده بيرزست استمر بعد الولاده، سموها الفصه اوفال لما يحصل لها كلوجر زي ما حضرتك شايف معايا كده، دي الايه؟ الفصه اوفال.
وادي هنا الكاسب اللي موجودة دي، هنا الفتحة ما بين الاتريوم والليفت فينتريكل بيسموها الميترال فالف. الميترال فالف عبارة عن باي كاسب، دي عبارة عن برايتال وايه وسيبتال، هي اتنين كاسب بس. وبعدين الكاسب ما بتاخدش من وان بابيلاري ماسل، لا ده بتاخد من اتنين على الاقل بابيلاري ماسل. فنقطع بقى احنا السيرفو مارجنال باند دي ونشوف الكاسبس اللي هنا كده اهو، تلاقي البابيلاري ماسلز دي مغذيه ايه، مغذيه كاسب وكاسب تاني، يعني كل كاسب بتاخد ايه من اتنين بابيلاري ماسل، دي واخده من دي اهي، دي واخده من دي واخده من دي، فتلاقي دي البابيلاري ماسلز ودي الايه الكاسبس. الاوبننجز اوف ذا ليفت فينتركل عباره عن الليفت اتريو فينتريكولار اوريفيس، اللي هو الفتحه ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتركل، اللي هي قلنا باي كاسبت، باي كاسبت يعني ثنائيه الشرفات، بجانب ايه بقى؟ ايه فتحه الاورطه. الاورطه بتطلع من الليفت فينتركل اللي هو جداره قلنا سميك عشان يضخ الدم اللي هو المؤكسج لكل انحاء الجسم. الاورطه بتبقى الاورفيس بتاعتها بسيميليونر فالف، فيها سيميليونر فالفس او صمامات كده، الصمامات دي ما بتدعمش بكورديتين ديني ولكنها هي سيميليونر فالف، ففي دي فتحه الايه الاورطه ودي فتحه الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس. ده الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس الفتحه دي، وده الاورتيك هايتس او الاورتيك اوبننج اللي هي محاطه بالسيميليونر فالفز دي. دلوقتي هنشوف الاورفيس او الاوبننج اوف ذا هارت. عندنا في اربع فتحات واضحين قوي، اللي هي الرايت اتريو فينتريكولار اوبننج والليفت اتريو فينتريكولار اوبننج والاورتيك اوبننج والاوبننج اوف ذا بالمونري ترانك. فعندنا الرايت اتريو فينتريكولار اوبننج اللي هي ما بين الرايت اتريوم اللي انا بشاور عليه ده وما بين الرايت فينتريكل اللي دخل فيه الفورسيبس ده الرايت فينتريكل، بنلاقيه قلنا ان هي فاتحه لها ثلاث شرفات او تراي كاسب، ادي كاسب وادي كاسب وادي كاسب. اللي ناحيه السيبتم اللي ما بين الاثنين فينتريكل ده بنسميها ايه؟ بنسميها سيبتال، سيبتال كاسب، ودي البارايتال الخارجيه، واللي في الناحيه الثانيه ما بينهم الاثنين دي بنسميها ايه انجولار. يبقى في سيبتال وبارايتال وانجولار، سيبتال وبارايتال وانجولار، دي الكاسبس اللي هي بتمسك بالكورديتين ديني فين؟ في البابيلاري ماسل. نيجي بقى لليفت اتريو فينتريكولار اورفيس او اوبننج، الفتحه اللي ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريك اللي فيها الفورسيبس ده الليفت فينتريك اللي قلنا بيكون الايبكس اوف زار، دي ايه؟ بايسيبيتال فالف. البايسيبيتال هي ذو شرفتين بس، بيسموها الميترال فالف او باي كاسبد فالف، فلها سيبتال كاسب وبارايتال كاسب، لها شرفه داخليه او مركزيه واحده جداريه، فدي سيبتال وبارايتال زي ما حضرتك شايف كده اهو، والكورديتين ديني واضحه ايه ماسكه في البابيلاري ماسل من الداخل تمام. فدي الليفت اتريو فينتريكولار اوبننج اورفيس، دي سيبتال كاسب ودي الايه البارايتال كاسب. نيجي ل الاورتيك اورفيس. الاورتيك اورفيس بيحاط بسيميليونر فالف زي ما حضرتك شايف كده. السيميليونر فالف دي الصمامات دي عشان تمنع ارتداد الدم، فعملت ايه؟ عملت ساينس. فالفتحات دي عباره عن ايه؟ سيبتال و رايت وليفت، وان سيبتال ورايت وليفت، عملت ايه؟ عملت رايت كوروناري ساينس وليفت كوروناري ساينس. الرايت كوروناري ساينس يطلع منه ايه؟ يطلع منه الرايت كوروناري ارتر اللي فيه الفورسيبس ده، يبقى ده اسمه الاورتيك ساينس اللي طلع منه ايه؟ طلع منه الرايت كوروناري ارتري، الرايت كوروناري ساينس. وده الليفت كوروناري ساينس اللي طلع منه ايه؟ اللي طلع منه الليفت كوروناري ارتري، اللي هم راحوا يغذوا جدار القلب ولفوا داخل الكوروناري جروف، وبعدين كملوا كايه؟ كاندر فينتريكولار برانش، برانش تحت الشمال بنسميه ايه؟ بنسميه الباراكونال انترفنتريكولار ارتري، والناحيه اليمين بنسميه ايه؟ الساب ساينوزيال انترفنتريكولار ارتري. فالفتحه بتاعه الاورطه دي بتبقى عباره عن ثلاثه سيميليونر فالفز، واحده سيبتال واحده رايت واحده ايه ليفت. فدي السيبتال سيميليونر فالف او اورتيك سيميليونر فالف، ودي الرايت ودي الايه الليفت، اللي هم عملوا الرايت والليفت اورتيك ساينس. الفتحه دي بنقول عليها الاوبننج بتاع البالمونري ترانك. البالمونري ترانك الفتحه بتاعته بتبقى بتحاط ب ثلاثه سيميليونر فالفز، واحده رايت
وواحدة ليفت وواحدة انترميديات رايت وليفت وايه وانترميديات سيميليونر فالفز. دي كانت الفتحات. انقطع فين؟ انقطع عند البيز اوف ذا هارت، عند القاعده ما بين الفنتركل وما بين الاتريوم. نلاقي الماسكوليتشر هنا بتبقى عاليه، والمنطقه دي بيبقى فيها كارتليجنال سبورت. الكارتليجنال سبورت ده هوت بيدعم فيه الاوكس، يحصل له اوسيفيكيشن، تعظم، يحصل له تعظم. يعني يحصل ايه؟ يحصل اوسيفيكيشن للكارتليج ديت، فتتحول لما يسمى بالاوس كوردس الاوكس ده. وكمان في الهورس هي كارتليجن زي ما حضرتك شايف كده، وتكيت عليها تلاقي الاركتكتشر او البنيه بتاعته صلبه، فيها تافنس نتيجه وجود كارتليجن سبورت في الاركتكتشر بتاعه الهارت، لان الهارت عضو مهم عاوز حاجه قويه عشان ما يحصلوش انفجار زي ما شفت ايه حضرتك في الليفت فينتركل. اللوب بتاعته تخينه جدا او سميكه جدا، فبنلاقي الاركتكتشر هنا مدعمه بكارتليج، وفي الاوكس بيحصل لها اوسيفيكيشن فتتحول لما يسمى بالاوس كوردس اللي احنا قلناها تبع ايه؟ تبع السبلانكينج سكيلتون او الهيكل الحشوي. حضراتكم عرفنا البوزيشن اوف ذا هارت ان هو موجود في الميديا ستاينم، بيمتد من السكند انتركوستال سبيس للسكس انتركوستال سبيس، ده في الاخوين. في الرومنانت او الكاتل بيمتد من السكند انتركوستال سبيس للفيفث انتركوستال سبيس. وعرفت ما يسمى بالكاردياك نوتش بتاعه اللنج. الكاردياك نوتش بتاعه اللنج في الرايت سايد اكبر من الليفت سايد. استفدت انا ايه كده؟ الابلكيشن اوف اناتوميكال فاكتس او تطبيق الحقائق التشريحيه. حضرتك علشان تعرف ان القلب ملاصق للصدر زي ما قلنا تشريحيا، في الليفت سايد بيلاصق للصدر من الفورس للسكس انتركوستال سبيس، وفي الرايت سايد من الفيفث للسكس انتركوستال سبيس. يعني القلب بيتعرض للجانب اليمين او ملاصق للليفت سايد او الليفت سراسقول في ناحيه الليفت اكتر من الرايت. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي بستفيد بيه ان انا اعمل بركاشن واوسكالتيشن للهار من الرابع للخامس انتركوستال سبيس. دي بيسموها الاريا اوف كاردياك دالنس، منطقه بيحصل فيها دالنس للصوت، ما بسمعش صوت. لما اعمل بركاشن للقلب ما يظهرليش صوت، لان القلب ده جاز فري اورجان. المنطقه دي انسب منطقه ان انا اشوف الهارت ساوند او اعمل له اوسكالتيشن بالستسكوب، زي ما حضرتك شايف كده من الالبو بدايه الالبو جوينت اقدر اسمع صوت القلب اللي هو سواء السيستوليك او الدايستوليك ساوند. ليه؟ عشان اشخص بعض الاصابات زي التروماتيك بيريكاردايتس، اشوف الميرمرز، اشوف اي اصابه ليه. اذا حددت المكان اللي اقدر اعمل منه اوسكالتيشن ليه بتاع الكاتل او الهورس او الديفرنت انيمال كات دوج ايا كان السبيشيز اوف ذا انيمال، فبقدر اسمع صوت القلب من الليفت سايد زي ما حضرتك شايف كده، او اسمعه من على الرايت سايد. فحضرتك لو انت وقفت بالسماعه كده من الفورس للسكس انتركوستال سبيس ناحيه الليفت، بيسموها الاريا اوف ذا ايبكس بيت، احسن منطقه تسمع فيها صوت القلب. وكمان اقدر اسمع صوت القلب من ناحيه الرايت، لان عندي الرايت كاردياك نوتش في جزء من سطح القلب او القلب معرض لللاترال ثوراسيك وول، بس من ناحيه الليفت اوضح، انما اقدر اسمعه من ناحيه الايه الرايت. يبقى اقدر اسمعه من الشمال واليمين، ولكن في الشمال الكاردياك نوتش بتبقى اكثر اتساعا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.